قمنا بتخصيص جدول من الاتصال بالبلديات وخصوا اماكن خارج نقاط البيع هذه الاسواق العاديه يعني المعتاده طبعا الاماكن ولا النقاط هذه متفرقه. اولا باش نفيتو التجمعات الكبرى على مستوى الاسواق، يعني نقاط صغيره يكون تجمعات صغيره. وثاني لتقريب اقتناء الاضحيه من المواطن، باش المواطنين كان قدر اللي ما يروحوش للسوق النواجي احنا نديرو من النقاط هذه المتفرقه عبر الاحياء اللي نسهلو لهم عمليه الاقتناء. طبعا النقاط هذه على مستوى هي 41 نقطه موزعه على 28 بلديه، مراقبه بصفه دوريه طبعا من قبل مصالحنا البيطريه بالتنسيق مع مصالح الامن ومصالح التجاره.